بريجنانسي أولا بيسكي السبب تاني بريجنانسي السبب تاني ميك مصر المعبولة على الأطفال ايه هي سبتاكسيشن ده مرض وراثي بيبقى معاه مشاكل في الجوي بيبقى معاه كوستو وسايط ليه لان المفاصل ده بتبقى باللوك عارف يعني نوصل باللوك يعني خبط في بعضه لما تخبط في بعضه بيجيله خشونه لان هيحصل انجن قال كل الحكايه يعني بتاعت هي سبتاكسيشن طيب بعد كده في موديفاير ريسك فاكتور انسى اي حاجه قول لي ريسك واخلص لو ما قلتهاش تقريبا بالدرجه كلها قلتها يعني ليها مهمه مش معنى ذلك انك ما تقولش ده تستهلك بعشرة على المية وبعشرين على المية وبثلاثين على المية يبقى لو زيادتك ستين كيلو كام وزدت بقيت سبعين اوعى تختار ان انت ستين ارجع ليه؟ لان انت المفاصل والليجامنتس بتاعتك ادبت على كام؟ ادبت على ستين بقيت انت سبعين السبعين انت كام؟ العشرة اللي زادوا بقوا كام؟ مية فدي ممكن تعمل لك انجن وتعمل لك ديسابيلتي بشكل او اخر فمهم جدا الويت كنترول يبقى الريسك بتلعب دور الاسهم واهم حاجه كبير الويت ايه اللي هي دي جوينت طيب ايه تاني جنب الريسك دي؟ ريبيتيتف بومبس ازاي يا دكتور بص انت بس انا بكتب الرساله بتاعتك انت بعد ما تخلص احنا عاملين حساب اول ما تخلص الماستر بتاع الدكتوراه بتبقى هاندي كات تمام يعني عامل شويه استجواب صلاه 9 على 13 بتبقى زي الفل تلاقي الناس مش هتكلم نفسها تكاتب كويس جدا ايه اللي حصل؟ احنا عندنا سبب اللي بتيجي الجمله اللي انت بتكتب على الكمبيوتر ساعتين ثلاثه او شويه في اليوم يجي لك ايه في الجوينت؟ اوستيو ارثرايتس ليه؟ نتيجه اداء حركه متكرره دي اسمها ريبيتد موفمنت وكمان لما تبقى الانفلشن بتبقى عاليه قوي وتعمل انجرز رهيبه جدا تعمل اداء حركه متكرره طب ايه كمان؟ ممكن تروم واحد وقع خبط تمام؟ كل دي اسباب ممكن تبقى انفلشنال زي ما شفنا يبقى دي الريسك فاكتورز بتاعت اوستيو ارثرايتس شكل شطر اللي وراك ده يبقى اس بريفنشن برايمري سايكل كان برايمري مفيش ايه بتاع برايمري دي كان برايمري برايمري قول اللي انت عايزه بس اهم حاجه هيلث اديوكيشن فور ويت كنترول اند ريجولر فيزيكال اكسرسايز وانا لو مكان ابدا افرد عضلات شويه في الويت كنترول عشان اقول له ايه ياخد فريش فروتس ياخد فيجيتابلز ياخد هاي فايبر دايت يقلل الفات هو حاجه طلب منك كل ده؟ اه معلش قول يعني في بعض الحاجات اللي سايبهم ايه؟ لذكاء سعادتك وتجميلك الاجابه اللي هتوصلنا لمعلومه جميله كويسه انت بتكتبها يبقى هنا بتيجي الويت كنترول رقم اثنين طب ريبتيت ممكن تعمل فيها ايه؟ بتشينج التاسك يعني لو انا عندي امكانيه في داخل الداتا ده خليني اعمل حاجه وفي حد بيعمل مكاني بحيث ان انا اعمل نوع من الايه؟ من الفترات بتاع الراحه بحيث ما يجيبوش انجري موديفاي انكيوبيشنال سيتويشن الارجونومكس اللي خدناها في الانكيوبيشن بتلعب دور مهم جدا في الموضوع افويد التروما صح كل دي حاجات انا اقدر اقولها في البرايمري سكندري سكرينينج كيرليفيكيشن اوفر مانجمنت يعني مفيش اكتر من كده في البوست ارثرايتس في سؤال مهم جدا ذا بوست تروما باسكول سكيتا عصفور في الايجا بوست ارثرايتس ده سؤال الانستيتيوت لازم نتفق عليه عشان لو جه في اي وقت الجوز. الريبورتات الهيكس بروجرام اهم سؤال فيها الحقيقه بيجي لك على منشن تو كوزز اوف ماتيريال مختلفه اند ديسكاس ان ديتيلز وان اوف ذات. ده السؤال التقديمي. ها؟ دايركت وان دايركت هاخد السطر ده يقول لي اثنين دايركت والسطر ده يقول لي اثنين ان دايركت. يلا. طيب؟ فين مريم ده؟ عايز حد الجماعه اللي ورا ساعة جنب كده هوريني نفسك. ها؟ خوفه كده. يلا. مين؟ حاسس ان في ناس بتخش جوه يعني عارف؟ أي حاجة طيب. طب خلاص أنا آسف مش هسألك تاني. طب خلاص يا جماعة أي حاجة عامة. كلنا فرق جوه خلاص يا جماعة أنا آسف مش هسألك تاني. طب في اثنين بيتوبوا هم هيشيلوا كل الأسئلة. فين؟ فين؟ أول واحد هيتوب على المعمل هيشيل مثلا يبدأ أسئلة في المعمل. حد يتوب بقى لو واحد.
لازم تكتب اصل انواع انتي فوكس. انتي يعني ايه؟ قبل ما تولد مثلا. اهم سبب من الانتي حاجه اسمها بلاسينتا بريجنا. بلاسينتا بريجنا دي يعني بلاسينتا ما راحتش المكان الصح بتاعها، فهي حمل الفصل فمرتبط بالبلاسينتا. الست دي تنزل حتى الموت. تحصل كتير جدا، هتعرفوا الكلام ده في النساء بالتفصيل. بوست نيتال او بوست بارتر ميموريج. يعني ايه بوست بارتر ميموريج؟ يعني الست دي نزلت بعد الولاده. بعد المحرم هتعملوا حاجه لطيفه. نفس اللي انا قلته هتشوفوه بيتطبق على الارض. اطلعوا مستشفى النساء، اطلعوا الكشك، استاذنوا من اهل العبادات، خدوا منكم مندوبين، شوفوا الامتياز زمايلكم بيعملوا ايه فوق. ده اللي انت هتعمله لما تبقى امتياز. هتلاقي كل واحد امتياز في رقبته ثلاث اربع ستات من اول ما ولدوا لحد ما يخرجوا بره باب المستشفى تبعه. بمعنى هيعمل فيهم ايه؟ هيعمل لهم كام؟ يحط المحاليل بالادويه اللي هيتفق عليها مع الدكاتره. النهايه كله على ادويه معينه بتقلل البليدنج، هتتحط على الايه؟ على المحلول. خلي المترس يبقى كونتراكت عشان الست ما تنزل، ويعمل لهم فايتال ساين. ليه؟ عشان يكتشف لو في ايه؟ بوست باتر ميموري، يكتشفوا بدري وناخد فيه ديسيجن. ايه الريسك فاكتور اللي بيتجوزش؟ حاجه مهمه. ان ام مالتو بريجنسي ومالتو بريجنسي. واحده خلفت كذا مره او حملت الدواء، الاثنين دول اهم سببين. تعمل بريفنشن ازاي؟ كلمه السر. انتي نيتال كير. تاني كلمه السر. بوست نيتال كير. شكرا. الاثنين دول يجيبوا كتير درجه. اطلع بس مين اللي بيتواصل. طيب وبعدين الهايبرتنشن والبريجنس، مهم جدا تبقى عارف الريسك فاكتورز بتاع حاجه اسمها الانجلانس. تيجي في السكون النجم وتيجي في البكتيريا، يعني ايه البكتيريا؟ يعني اول بيبي. وتيجي في الست اللي عندها هايبوكالسيميا، وتيجي في الست اللي بتبني في ماتش وانمنتوز. بالاخر يعني بعد ما سلطنت دماغك اقول لك انه ما نعرفش السبب الاصلي للبريجنس. تخيلوا راجل بيتدخل ومراته ما جايبهاش بريجنس. الميزه الوحيده اللي بتدخل الريسك بتاعتها طلعت تحت واحد. يعني ايه الكلام ده؟ بروتكتف يعني سموكينج طلع بروتكتف. عندهم 80 ملف ونار طلعت تحت واحد، بيعملوا ايه؟ قال لك اكيد في سر تحت السموكينج جايز يكون الست ربنا بخ يعني يكون قبل اساسا تولد، وبالتالي يكون ده السبب. ايه الهوا؟ فبالتالي لقوا ان الستات اللي جوزهم بيدخلوا ما بيروحوش ميتا. فدي خمسه نزلت في ما نعرفش عنها. يبقى شفنا الريسك فاكتور، فاكرها دكتور؟ فاكرني؟ انا فاكر الريسك فاكتور بتاع البيت خمسه؟ يا نهار اسود يعني انت الكورتس بتاعنا خلاص لا يعني طب حد يقول لي فاكرين ولا مش فاكرين؟ هتسمعهم يعني؟ طب ادوني فيدباك قدامي طول الوقت، ادوني فيدباك كويس ماشي عشان بس اوديفاي الطريقه. طيب يا سيدي شكرا. بريفنشن بريفنشن كلمه السر انتي نيتال انترا نيتال بوست نيتال صح برافو عليك. كل التلاته انتي نيتال ست وهي هايبر تنسل نعمل لها بوست كنترول ونديها نظره بسايد دوبه اللي خدوه في الفارما زمان اللي اسمه تجاري اندومنت، وهو من الادويه الاساسيه اللي بنستخدمها لهذه المرحله. ما ينفعش استخدم غير هو بوست سيف الا بالضروره بوست. طيب وكمان ايه؟ انترا نيتال بيتعمل حساب الست دي ممكن تخش منها في فاز. يعني لو طلع كونفكشنز ممكن تموت هي والبيت والدكتور اللي كان بيقول لكم ايه الدراما؟ الدكتور ده اللي بيقول ما هو عايز يشوف علاقته هنا في النساء، ولو ماسك منه هو طبعا هيعلق على باب المستشفى. طيب يبقى اذا الانترنيتال كيف مهم؟ طب البوست نيتال عشان ما يجيبهاش بوست ديليفري كوميونيكيشن بلاد بريشر لازم تتابع. نديها حاجه اسمها مغنيسيوم سلفيت اتعلقناها على دراك على المحلول ده بيوطي الضغط بتاعها مره ثانيه. واحنا في الامتياز نعم نعم انترانيتال حلو. انترانيتال اولا ما بسيبهاش توصل للطاقه كامل، عاده بعملها سيزيريا سيكشن قبل ميعاد الولاده الشهر عشان يعمل ديليفري بسرعه قبل ما تخش في الاتاك بتاع الجسم. ثانيا بيدي مغنيسيوم سلفيت اثناء الولاده علقه على الرحم عشان يمنع ان تجيلها كونفرشنز اثناء الولاده. فمهم جدا انك تاخد احتياطات انتي وانترا ما تستناش تتفاجئ بالكوبليكيشن. كنا في امتياز بيتغير دلوقتي، كانوا عاملين اوضه ضلمه كده الازاز بتاعها عشان ليه؟ لان الست بيجيلها فيكس من الضوء وبيجيلها فيكس من الدوشه، والعيال الامتياز كانوا بيسيبوا الدنيا ويجيبوا لها ويروحوا قدام الاوضه دي يقعدوا يبصروا. فكان حاططهم شريط كده نايم وما حد قاعد ماسك عصايه مين بيلموا على طول؟
دلوقتي خلاص بقى، دلوقتي انت ممكن تروح تهزر عادي ماشي تمام؟ طيب يبقى اذا دي البري اكلامسيا، ودول الكلمتين اللي عليها مالهاش حاجه في السؤال سهل جدا. نيجي للمجموعه، ايه الدايركت كوز؟ ام سي كيو. واهم حاجه في ام سي كيو ذا موست كومن اندايركت كوز اوف باترنال مورتاليتي. الدكتوره دي هتقول شكلها شعر. طب انا عايز افتح التو، مين التو يا جماعه عشان اسال؟ هو الصح ده كله في ميت صح؟ ده اول مره كله في ميت. طيب ايه ايه دي مصر كمان انت بتقول يعني الميت احسن؟ معلش كده الميت احسن بكتير. نعم ما هي ميه المفروض تختلف هنا. نعم المصر كمان ايه دايركت كوز؟ احنا المصر كمان دايركت كوز ايه؟ هيموريج. المصر كمان كوز وما حددتش ايه؟ هيموريج. انا اللي مسكيو. المصر كمان دايركت كوز ايه؟ روماتيك هارت ديزيز. اه بالظبط. روح مستشفى الناس هتلاقي عامل لسه من الحالات بتاع روماتيك هارت منتهى الخطوره، وتلاقي ان هي بتحط لها بريكوشنز معينه لانها هتدوك من كارد ماسكولار كوميونيكيشن. بالاضافه بقى لحاجات ثانيه اللي هي كرونيك ديزيزز زي السكر الحمل و و. طيب ده السؤال بتاع المكتبه المختلفه. في اثر الغلط في بروبلمز الحاليه دي فيها سؤالين. منشن هيلث هازارد اوف الليجال ابورشن اكيوت وكرونيك. اكيوت زي ايه؟ ست استخدمت حاجات غريبه اثناء الولاده انها تثقف نفسها في سلم او في بيتها، فممكن تستخدم التليفون فتعور نفسها يبقى كومه. ممكن يحصل جيجي، ممكن تموت بالوجع قصدي جيجا، فبالتالي دي الاكيوت. الكرونيك الست دي بتخش في ادهيجن انفكشنز. ايه ايه الصوت ده لازم يكون ورا حاجه. طيب يبقى اذا الوسط اللونج تيرم كومبليكيشنز فشل. انت هتكون كل اسمه اسمه كده خلاص يا جماعه المقابل ده اسمه كده بتكون اه ده اه عادي ما فيش اي وقت أبو هتجاوب كل الأسئلة. اسمه إيه؟ أندرو. أي سؤال من غير بس أنت خلاص؟ العكس بتاع ربنا. إلى أن تجاوب تاني هتبقى صديق أندرو دلوقتي حالا. أي حاجة تجاوب عشان ما يجيش حد الناس يساعدك لأن أنت رسالة جاية كتير. طيب أندرو بنقول إيه بقى؟ بنقول إن الليجا بخش عادة بيتعمل في حتة بس. طبعا مفكرين الأفلام بتاعت الليجا بخش دلوقتي والست الست المرعبه هي تطلع لك بس كده تمشي الجامعه تروح تعمل مليان حاجه وتسرع الاطفال وتاكل حاجه مرعبه جدا. الدراما دلوقتي لازم عارفين زي الدراما اصلا. بص هعمل بتاع ده كمان ده الدكتور ده عشان بس ما حدش يشيك ورا ما حدش يشيك. عارف تحس ان الكيس حاسس بالدكتور لا والله زياده قوي على الحياه مش ممكن يحصل حاجه بس حاجه دكتور مهمه جدا بالنسبه لي. بص اسمع بس اسمع بس واحده بص انا فرنسي بقى. بص المفاجاه بقى ان سينما بقى فاهم انت بناخد سينما عشان طبعا حظك عالي قوي. بيقول لك بص يا انا عايز 30 وظيفه للنهار
يلا واحد قانون واحد قانون اثنين قانون ثلاثة وعايز 50 وظيفة لجهاز السجن والمنطقة. عارف انا دلوقتي لو سألت السؤال ده هقول له طب انت حضرتك قول لي ايه؟ قول لي بس انت ايه؟ هو مش هيقول بس هو عايز يعمل مهم. يلا يا ابني 10 انت الدستور يعني معاك مود ديسورد الاكستريم ديبريشن ثانية سايكوتروبيا اللي هي السايكوز زي الهلوسينيشن ممكن يبقى انكسايتي. طب اللي هيقول لي الفرق بين الانكسايتي والديبريشن يبقى شاطر. في كلمه واحده. امتحان الكوميونتي فاينل جوه الانسان. كلنا بس احنا يمكن ايه بيحصل ايه؟ عايز تعلمها تراما مدمره انت لاقي الجميل لما تلاقي نفسك مبسوط شويه انت عارف انا لازم تلبس نظاره سود عشان تعرف تنام. فبالتالي عشان تلبس نظاره سود بتيجي امتحان الكوميونتي. الله يخليك. شوف الاسئله دي. طب بص تلاقي انت عملت لنفسك نوع من الايه؟ الانكزايتي. خايف من حاجه ما حصلتش لسه. الديبريشن يا سلام ده بقى بتاع الفجر بقى المزاج العادي. اما كانت لها اكتئاب يعني بعديها على طول تحس انك عايز تقعد نفسك افتكر اخر امتحان عديته. يا سلام انت مذاكر الشفا وكده وبعدين جاي حته رجاله جسمي. بيولوجيا وانفيرومنتال وسوشيال
وبنيت من البيت. البيوشكا ده كان تحتها حاجات مهمة جدا زي الجينيه تروما، دراج ابيوز زي المضادات الحيوية وزي الانتي سايكوتيك ثيرابي اللي بتسبب بعض الدبريشن وبعض الديسبيسيف ديسوردرز. دي التروما واحد خبط ويا من هذا القبيل، كل ده يخش تحت كلمة بيولوجيكال. سبستانس ابيوز اكتب جنبها كده بالخلاص ترامادول، كارثة الكوارث في مصر، كارثة الكوارث بالنسبة للشباب اللي هم فاهمين ان الترامادول ده حاجة مهمة وحاجة مفيدة وبيسخروا وبيحدثوا هرمان، كارثة تكسر. أنا عندي واحد معاه دكتوراه في العيادة وبتابعه عامل أوز دروة في الترامادول ده 3 سنين. يلا الترامادول بيعمل سيفير ديبريشن لما تيجي تعمل أوز دروة دي، ده مش طاقة الدرويش تقريبا، ده مش طاقة المقاطع الهرم، وبالتالي انت بتعمل هيرو ادكشن، ما انتش واخد بالك، وكارثه هتسرق الحقيقه في الموضوع. فالسبستانس ابيوز من احد الاسباب اللي بتعمل منتال ديس اوردر، عشان كده تلاقي الناس ماشيه منتال بتاع التوك توك عايز يوظفك وبتاع التاكسي لو اتكلمت معاك الكلام ممكن مش عارف والميكروباص عايز يطلع فوق العربيه. ليه بقى؟ لان الترامبول ما بيخلوش يحكموا على مسافات كويس، فيشوف نفسه عربيه نقل ويشوفك انت ومسكت، فبالتالي هو عايز بقى ايه؟ تلاقي العربيه اللي طالعه فوق الرصيف، لان يتخيل نفسه وقت ما لو قطع طياره وبالتالي عايز يطير. حاجات جميله جدا، وبالتالي كل ده بيروش كالكوزز. انفيرمنتال كوزز بقى يعني برضه داخل تحتها لسه لا باس بها، اهمها الكريشن بياخد قوه من الكريشن، او برضه دراج ابيوز او انفكشن. بعض الانفكشنز انترايمايك او راديشن اكسبوجر للبيبي ديورنج انترابت درايف لايف، لا بد ان تطلق اسمع الفيلم ده. طيب سوشيال فاكتور خليك مكانك، في منها حاجات كتيره جدا اهمها طبعا اهمها السوشيال ريليشنز بين الناس كلها، السوشيال سبورت اللي بتعملوه، في بارنتال فاكتورز ودي الاهم على الاطلاق. احفظ من كل واحد 3 4. البرنتال عشان كده بقول لك هتبقى عنيف قوي مع عيالك، وبالك العنف هتعمليه في السوشيال، ولا تبقى طري قوي بزياده بحيث ان انت تخليه برضه مريح على الاخر وبرضه هيبقى انت سوشيال في النهايه، تبقى وسط. او ما يعملش معسوبيه، عارفين يعني ايه معسوبيه؟ اللي هي البريزنت مكتوبه جوه البرنتال، يعني يفضل بيه اولا على الولد، يفضل بنت على الولد والولد على بنت، يعني ما يعملش العيال معامله واحده. او هوستيلتي، هوستيلتي عدديه، تسمع ما راح تكسر لابنه ما اعرفش ليه خالص، مش كده؟ متخيل الولد هيطلع عليك رئيس وزراء، ما الولد هيطلع عليك سوشيال. طيب يعني فبالتالي جدا السؤال ده لو جه انا متاكد ان كل الناس هتجاوب، مين يراجع على المعلومات ده كده عشان تفتكر تقتنع المعلومه؟ لان الفورميلا سهله للمذاكره عشان دي طريقه المذاكره في الفتره اللي جايه. يعني ايه؟ يعني ما تضغطش عقلك بقى انك تحفظها زي ما هي في الكتاب، امال هتعمل ايه؟ اضبط الفورميلا، اضبط البوصله بتاعتك، هتلاقي جابتها لوحدها من غير ما تحفظها، هتسهل على نفسك. بص برايمري سكند تيرشن، انا ممكن مدرس نشاط وكل في الكتاب. اعمل كده ما تقعدش عليك ميه ولا اعمل ايه؟ انت يعني كنت شغال مع نفسك. طب بص بقى الدكتور اللي قدامك انت اسمك ايه؟ احمد. يلا احمد برايمري بريفنشن، تعكس كل يوم. يلا يلا تعكس بقى السلام، امسك عنوان عنوان، شوف ايه الحاجه اللي ممكن تتعكس منه اعكسها، قول فيها كلمه واحده جوه. يا نهار ابيض، طب هما كانوا بيكتبوا بنت بتقليد ده عارف الوقت بيكتبوا بدري عارف بدري عارف عشان ده حاول تقاوم المسيح لو تعرف شو؟ ايه ده؟ طيب يعني دي برضه معانا في الاسئله ان شاء الله.
يبقى برايمري انفورميشن هتعكس كل الريسك فاكتور زي جود انفورميشن زي هيلث انفورميشن زي افويد انسيسيد دراجز افويد دراج ابيوز سوشيال سبورت تمام. يبقى الثلاث كلمات دول برايمري من اول جمله نعمل لكن سكند كلمه ديتكشن اوفر مانجمنت مهم جدا. وفي الاند ديتكشن هتكتب كلمه سيرت اللي هي وتديني تو اكزامبلز اللي هيقولهم المشروع. ايه التو اكزامبلز اللي عندنا في المنهج للسكرين اللي ينفع ان انت تذكره خالص؟ بيتعمل في اول اسبوع اللي جاي بعد الجامعه. ثيرويد عشان كريتينس. طب يبقى الثيرويد سكرين ده احسن اكزامبل. البري ميديكال كاونسلنج من ده صح برافو عليك مش غلط. لكن كمان السكرين اللي بيتعمل الديلي اول ما يتولد اول اسبوع بنعمل له سكرينج لحاجه اسمها ثيرويد هرمونز عشان نتاكد ان الواد ده مش كارتينيزم عشان نمنع ان انت تسقطر ده مصدر اصابه وده مهم. في مايك كلوريا ايه في مايك كلوريا؟ حد عارفه؟ في مايك الالانين ديسبوردر بياخد كامل في مايك الالانين هيحصل ميتابوليك ديسبوردر يطلع بعد الميتابولايز تعمل ان انت التوكسيستي فالوقت يبقى انت اللي طلع عشان كده اختار علينا دلوقتي اسمه ايه؟ فيناي الالين فريمك كل حاجه بتعمل مشكله شالوها من الباب ادي الان. وبالتالي النهارده الدكتور لما شخص الحاله دي اكتشفها تخيل لو الوقت خد اللاب العادي شهرين يبقى انت اللي طلع طول حياته. طب لو الدكتور نصر وكشف وبعد كده وخد فيناي الالين فريم فورمولا على طول هيبقى كومبليت فينومينال ازاي؟ شفت ازاي؟ وبالتالي